الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنشأ وفرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وزرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل بالليل إذا ثرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمره وجرى، ونجى الخليل في النار فصار حرها بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون وما أروعها، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد المبعوث في أم القرى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صبر على البلاء وتحمل الضراء ورضي بالقضاء وجاهد في سبيل حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وعبد الله حتى تورمت قدماه ونام على فراش الموت، وقال إن للموت له سكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما يتقبل الله من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يبحث عن المخرج يبحث أولا عن التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل عام حضرتكم جميعا بخير، أيام تمر علينا وتنقضي، تفنى جميعا والمهيمن باقي، تفنى جميعا والمهيمن باقي. نحن في نصف شعبان، سبحان الله، أحباب رسول الله، هنيئا لمن اغتنم هذه الأيام في طاعة الله جل وعلا، هنيئا لمن اغتنمها في ذكر الله. كل دقيقة تمر من عمر ابن آدم يوم القيامة حصرا وندامة. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نصف شعبان كما نعلم جميعا ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، ترفع الأعمال إلى الله جل وعلا، يغفر الله للمسلمين ويملي الكافرين ويطرق أهل الحقد إلى حقدهم. سبحان الله، أحباب رسول الله، لو في خصام بين بعض الأطراف جل وعلا يقول للملكان لا تكتب لهما شيئا حتى يصطلحا، فإن مات على هذه الحالة ولم يصطلحا جل وعلا يقول للملكان لا تكتب لهما شيئا حتى يموتا، إن مات على هذه الحالة حينما يقرأ الكتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا يجد حسنة واحدة عند الله جل وعلا. شرع الله لنا العبادات والطاعات، حبب إلينا التصالح، الصلح خير كما يعلمنا الله جل وعلا، المحبة، التراحم، التسامح، السلام عند كل لقاء، اللقاء عند كل صلاة، أمرنا أن نسأله قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يطرق أهل الحقد إلى حقدهم. طهر قلبك وصلي كما تشاء، طهر قلبك من أجل الله سبحانه وتعالى، نحن في حاجة إلى نظافة القلوب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود يقول يا ليت كل ما أسلم عليه لا يرد علي السلام، لأن الذي يسلم علي هو الله، لأن الذي يسلم علي هو الله جل وعلا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان يقول يدخل علينا الآن رجل من أهل الجنة، رجل عادي في اليوم الثاني يقول يدخل علينا الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل في اليوم الثالث يقول يدخل علينا الآن رجل من أهل الجنة، فابن عمر يقول تبعته حتى آتى بيته
قلت له هل لك إلى أن تضيفني؟ فبت عنده 3 أيام. رأيت رجل عادي يعني لا يصلي كثير ولا يصوم كثير، ولكن يقول له يا رجل الرسول قال عنك إنك من أهل الجنة، ماذا كنت تصنع؟ يقول الرجل أضع رأسي على الوسادة أبيت، وليس في قلبي حقد ولا حسد ولا ضغينة للمسلمين، وليس في قلبي حقد ولا حسد ولا ضغينة للمسلمين. لو صفت القلوب لله انكشفت أمامها الحجب، فيرى العبد منا بنور الله، يرى بنور الله سبحانه وتعالى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى سيدنا علي بن أبي طالب وهو نائم رأى رسول الله كأن يصلي وراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فبعد ما انتهت الصلاة يقول رأيت امرأة جلسة على باب المسجد ومعها طبق فيه تمر، تقول يا علي خذ الطبق اعطيه لرسول الله. يقول أخذت الطبق وأعطيته لرسول الله، أخذ تمرة ووضعها في فمي، فقلت زدني يا رسول الله. استيقظت من النوم قبل صلاة الفجر فتوضأت وذهبت أصلي الفجر في جماعة الحقيقة وراء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فيقول انتهت الصلاة، فبعد ما انتهت الصلاة رأيت امرأة جلسة على باب المسجد في الحقيقة ومعها طبق فيه تمر، تقول يا علي خذ الطبق أعطيه لأمير المؤمنين عمر. يقول أخذت الطبق وأعطيته لعمر، فأخذ تمر ووضعها في فمي، فقلت زدني يا عمر. قال له لو زادك رسول الله لزدناك. يقول له رأيت الرؤيا أم تعلم الغيب؟ يقول له لا يعلم الغيب إلا الله، ولم أرى الرؤيا، ولكن لو صفت القلوب لله انكشفت أمامها الحجب، فيرى العبد منا نور الله. السيدة نفيسة كانت تقول رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. معنى يحسن الوضوء الداخلي، نحن نتوضأ من الخارج فقط، احنا محتاجين نتوضأ داخليا. سبحان الله، الداخل محتاج ان هو يتوضأ ايضا لاحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يقبل الله جل وعلا منا جميع الاعمال ويرزقنا جميعا حسن الخاتمه. في ليله نصف من شعبان ايضا تحويل القبله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لما ذهب سيدنا النبي الى المسجد الاقصى فامره جل وعلا ان يصلي تجاه المسجد الاقصى لعل يدخل في الاسلام من يؤمن من اليهود، فصلى الى بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله. فبدا السفهاء من الناس، وفي كل وقت في سفهاء وفي جهلاء وفي جهل وفي تخلف، عشان كده القران يقول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عشان كده سيدنا النبي يقول انا زعيم ببيتي في اعلى الجنه من ترك الجدال وهو محق. الانسان ما يجادلش مع اي انسان، وان جادلوك فقل الله اعلم، وان جادلوك فقل الله اعلم. سبحان الله، احباب رسول الله بدأ السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. سبحان الله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحباب رسول الله، عشان كده سيدنا النبي يقول اليهود يحسدوننا على القبلة التي هدانا الله إليها، ويحسدوننا على كلمة آمين خلف الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يحسدوننا عليها، ويحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله سبحانه وتعالى إليها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نحمد ربنا أن احنا أمة وسطا، عشان كده خير الأمور الوسط في كل شيء أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا زي ما علمنا جل وعلا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ عشان كده سيدنا رسول الله في حديث صحيح مسلم يقول ما من مسلم يموت ويشهد عليه 4 من جيرانه بالخير إلا أدخله الله الجنة. ده حديث صحيح مسلم، 4 من جيرانه يشهدوا عليه بالخير إلا أدخله الله جل وعلا الجنة. أنتم شهداء الله في الأرض. طب اشمعنا من الجيران؟ من الجيران لأن أكثر الناس اللي هم معاشرين هذا الرجل من إيه؟ من الجوار أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما سئل سيدنا النبي عن حق الجار يقول إن استقرضك أقرضته، وإن استعان بك أعنته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات تتبع جنازته. سبحان الله، وإن مرض عدته، إن اشتريت فاكهة اطعمه منها، فإن لم تفعل فادخلها سرا ولا تجعل ولدك يغيظ ولده.
ده كلام سيدنا رسول الله. نوسع لبعض، نوسع كده من وسع لأخيه في مجلس، وسع الله له في قبر، وسع عليه في رزقه، ونال رضا الله. نرضى فيه حسن الجوار، بيكونوا ساكنين في مكان واحد أو في عمارة واحدة، ولم أحد يسأل عن أحد إلا ما رحم الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن سيدنا النبي لما صلى تجاه بيت المقدس كان يحب قبلة أبيه إبراهيم، فكان ينظر إلى السماء ويبكي صلى الله عليه وسلم. عشان كده جل وعلا يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. عشان كده في بعض الناس بيسأل يعني من 50 صلاة إلى 5 صلوات، إيه الحكمة إن إحنا بنصلي 5 صلوات؟ لأن هناك 5 قبلات. الإمام القرطبي يقول ذلك: القبلة الأولى قبلة البيت المعمور في السماء السابعة اللي بيدخلوا كل يوم 70,000 ملك بيصلوا تجاه البيت المعمور، والقبلة الثانية قبلة المسجد الحرام وبيتوجه إليها الجن والإنس، القبلة الثالثة قبلة عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أصناف، ولم يكن 8 أشخاص، وكل صنف لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى، بيصلي تجاه قبلة العرش. وهناك قبلة كرسي الرحمن، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واللي بيصلي اتجاه قبلة الكرسي سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وملك الموت سبحانه. تلاقي كل واحد من الملائكة تخصص، يعني سيدنا ميكائيل موكل بالرزق، سيدنا إسرافيل موكل بنفخ الروح، ملك الموت موكل بقبض الأرواح. هل ميكائيل يتدخل في شغل إسرافيل ولا إسرافيل يتدخل في شغل ميكائيل؟ احترام التخصص، احترام التخصص أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كله بيفتي، نسأل الله أن ينجينا، نسأل الله العفو والعافية أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قتل 99 نفس لما راح لرجل عابد قال له لم يكن لك توبة قتله، لما راح لأهل التخصص كان سبب لتوبته ودخوله الجنة. يبقى لازم نحترم إيه؟ نحترم التخصص. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل إنسان في تخصصي أهل ذكر، كل إنسان. ومن قال الله أعلم فقد أفتى فتوى صحيحة. سئل الإمام مالك في 40 مسألة 36 مسألة يقول الله أعلم، وأجاب على 4 مسائل فقط الإمام مالك أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نتعلم ذلك أحباب رسول الله، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ده بالنسبة في نصف شعبان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر قبلة بقى قبلة الحرايا. قبلة الحرايا يعني فأينما تولوا فتم وجه الله. لو الإنسان عجز عن القبلة في أي مكان يصلي في أي اتجاه، سبحان الله. فأينما تولوا فتم وجه الله، قل لله المشرق والمغرب سبحانه وتعالى أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يفك الكرب إلا الله، ولا يشفي المرضى إلا الله، ولا ينجو الهلك إلا الله، ومشاكلنا لا يملك حلها إلا الله سبحانه وتعالى. أذكر حضراتكم عن الانحراف والتحرش أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي حضرتك تتكلم عن أسباب الانحراف تنظر إلى عدة أسباب. السبب الأول من أسباب الانحراف البعد عن الدين، البعد عن الدين وعن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما حضرتك تبحث عن المخرج ابحث عن التقوى الأول، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تبحث الأول البعد عن الدين، لأن القرآن قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. يبقى أول سبب المشاكل كلها بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسباب الانحراف. السبب الثاني بالنسبة للشباب الصحبة، الصحبة أحباب رسول الله، الصاحب ساحب،
إما يسحب إلى الخير أو إما يسحب إلى إيه؟ إلى الشر. عشان كده القرآن يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عشان كده صاحب من إن صحبته زانك، وإن تخففت له صانك، وإن نزل بك نازل مانك، وإن صرت شدت صولك، وإن قلت صدق قولك. صاحب من لا يأتيك منه البوائق ولا يخسرك عند الحقائق، ده اللي انت ايه تصاحبه سبحان الله. عشان كده سيدنا النبي يقول لا يدخل بيتك إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تمشي إلا مع مؤمن، ولا تصاحب إلا أهل المساجد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحبة من أسباب الانحراف الشباب الفراغ، والفراغ بداية المعصية، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اللي جعل امرأة العزيز روضة يوسف عن نفسه الفراغ، لأن الفراغ بداية المعصية. النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عشان كده تجد جل وعلا يقول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الانحراف، ننظر جميعا إلى البطالة، لفظ من أسباب جد وعلا. الإنسان يعني يستحي من العجز، يستحي من الكسل، يعمل أي عمل. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. جد وعلا لم يرزق السيدة مريم النفساء إلا لما وهز إليك بجزع النخلة. حضرتك عايز ربنا يرزقك من غير ما تأخذ بالأسباب، ودي نفسة يعني لم يرزقها إلا لما قال لها وهز إليك بجزع النخلة، يبقى مباشرة السبب. سبحان الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يقول لك ادعي المصر، ادعي المصر. الدعاء بعد العمل ولم يكن الدعاء قبل العمل. تنظر إلى كتاب الله سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بعد ما رفعوا القواعد وأخذوا بالأسباب بعد ذلك الدعاء بقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لكن كله بيدعي قبل العمل، لكن الدعاء بعد العمل ولم يكن إيه قبل إيه العمل. سبحان الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى برضو البطالة من بالنسبة لل لدور البيت نفسه. البيت له دور سبحان الله، فين التوجيه وفين الرقابة وفين المتابعة وفين مراقبة الأطفال اللي بتتعاطى مخدرات وبتتعاطى، فين يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. سبحان الله. أحباب قال أنفسكم، بس أنفسكم وأهليكم نار، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى المتابعة والمراقبة ومتابعة الأولاد. أولادنا يتامى، أولادنا أصبحوا يتامى. ليس اليتيم من مات أبواه، مش اليتيم اللي أمه توفت، اليتيم أم من تخلت وأب مشغول. الأم تخلت والأب مشغول ليلا ونهارا، وأولادنا الشباب أصبحوا يتامى. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مراقبة التليفونات الأطفال الصغار. سبحان الله. أحباب رسول الله، في الصحبة مراقبة أصحاب الأولاد، في زي ما علمنا سيدنا النبي نحن في زمن ذئاب بشرية أصبحنا في حديقة حيوان. سبحان الله. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم منا إذا طوال عنك طوال عقربه. عشان كده سيدنا النبي كان يقول عشان حرصا على حماية المرأة من الذئاب البشرية يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة وحدها إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة وحدها حرصا على حماية الأعراض وحرصا على صيانة الأعراض. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يبقى دور البيت له دور أساسي. دور كمان المسجد الأزهر المفروض يكون فيه لجان وقوافل دينية ويحضر الشباب ويكون فيه سبحان الله. أحباب رسول الله ويذهب إلى قسم الشرطة ويكلم الناس عن التوبة والرجوع إلى الله. لازم دور الدعوة يبتدي ينتشر، دور الأزهر. سبحان الله. أحباب رسول الله حرصا على حماية المجتمع من لأن لعمر بنية قوم وأخلاقهم كانت خراب. عمرك ما نوسع بعض، نوسع بعض إن شاء الله، خرب سنة إن شاء الله. عمرنا لعمر بنية قوم، عمرك ما تبني وتعمر وأخلاقهم كانت خراب. إن حلت الأخلاق ضاقت الأرزاق، إن حلت الأخلاق ضاقت بنا إيه؟ ضاقت بنا الأرزاق. من أدور المسجد سبحان الله، المسجد الحي كمستشفى الحي، المستشفى بتعالج الأمراض الجسمانية والمسجد بيعالج النفس برضه البشرية. سبحان الله. أحباب رسول الله. يبقى دور البيت، دور المسجد في علاج الشباب،
دور سبحان الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دور المدرسة. المدرس الآن أصبح تاجر، المدرس الآن أصبح تاجر، أهم حاجة عنده الدروس. وأما فين الأطفال أمانة والشباب أمانة؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، كما يعلمنا الله جل وعلا أحباب رسول الله. يبقى دور المسجد، دور البيت، دور المجتمع، سبحان الله، دور المدرسة، من ضمن كمان إصلاح دور الإعلام، سبحان الله، في التوجيهات الصحيحة والأشياء اللي ترضي الله والبعد عن الأشياء اللي تثير الفتنة. فكل ده علاج كامل للمجتمع قبل التحرش، وعلاج كامل لكل شيء. ثانياً الغيرة، لازم يكون في غيرة. النهاردة فين الإنسان يرى الخطأ ويتفرج، سبحان الله، يرى شيء خطأ واقف يتفرج، إن الله يغار، إن الله يغار أن يسمي عبده أو تسمي أمته. كل يقول لك أنا مالي، يرأي خطأ يقول أنا مالي، وفلان يقول أنا مالي، وفلان يقول أنا مالي. وسيدنا النبي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. لو كل واحد أنا مالي هلاك للأمة. لو في حريق بينك، حريق في أول الشارع وحضرتك ساكن في آخر الشارع، لو طرقت الحريق هيجي يأكلك، النار هتيجي تحرقك أنت. عشان كده القرآن يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحان الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فين النخوة وفين الرجولة وفين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في سيناريو تعرض على سيدنا عمر بن الخطاب، كان رجل يريد أن يقتل رجل، كان رجل أي جريمة، كان رجل يريد أن يقتل رجل، وكان في بعض الرجل أمسك الرجل من أجل الطرف الثاني يقتله، وبعض الناس كانت واقفة بتتفرج على الوضع. سبحان الله، اتعرض السيناريو على أمير المؤمنين عمر. سيدنا عمر يقول: من قتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سيدنا علي قال له: مهلا يا أمير المؤمنين، اترك لي الأمر. سيدنا عمر بلا بقى، سيدنا علي بلا يقتل في الأرض. قال: من قتل يقتل، الجزاء بالنسبة عقاب الجريمة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فلا بأس من ذلك. ولكن اللي أمسك الرجل عشان الطرف الثاني يقتله دوت يحبس للموت لأنه ساعد على الجريمة أو ساعد على القتل. قال له: طب والناس اللي بتتفرج؟ قال له: كل واحد فيهم تفقأ عينه، ليه؟ رأى الخطأ ولم يتحرك، له ساكن. من لم الإنسان حتى يعني أي خطأ يحاول حتى يتكلم كلمة لله سبحانه وتعالى، أحباب رسول الله. لكن الواحد يرى الخطأ، وإلا ما رحم الله أحباب رسول الله. لو كل واحد قال أنا مالي في المجتمع فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لو كل إنسان شاف خطأ وسكت عليه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سبحان الله، أحباب رسول الله. وكمان عشان نعالج التحرش محتاجين كمان ان احنا يعني كما قال العلماء نيسر الزواج، تيسير الزواج. النهارده الزواج بقى المبالاه في المهور النهارده، نسال الله المنجي احباب رسول الله. سيدنا النبي يقول: اقلهم مهرا اكثرهم بركه، ان اتاكم ما ترضون دين وخلق فزوجوه فان لم تفعلوا فتكن فتنه في الارض وفساد كبير، كما يعلمنا سيدنا. نيسر برضو عشان نساعد الشباب على العفه احباب رسول الله، يكون في تيسير في الزواج. كل شيء له مفتاح، ومفتاح الرزق الزواج أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وانهاها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ونرفع كف الدعاء أيضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر أعراضنا.